توصل مسج لهارفي عن انه في انتقادات، ناس تقول لك ليش ما انضم مثلا عبد الله المعيوف حارس الهلال، ليش ما انضم عبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد وغيره من الاسماء، بعض الانتقادات على بعض الاسماء، اضافه الى الانتقادات حول المعسكر، المعسكر طويل، الدوريات الاوروبيه كلها شغاله، احد يقول لك ايش حياخذ 26 في الفاينل النهائي للدوحه، ليش اخذ 32 لاعب، والانتقادات اللي في الاعلام توصلها الهارفي؟ انتقادات، انا نذكر ايمي جاكي في فرنسا، كانوا انتقادات كثيره كثيره وفاز بكاس العالم. كل مدرب عنده طريقته، كل مدرب عنده افكاره. الى ما كنت في داخل الطاقم الفني ومع المدرب، ما تقدر تحكم على الطريقه. اليوم في الدوري السعودي، في الدوري السعودي الممتاز عندك 8 اجانب، والان في المنتخب الوطني بعض اللاعبين ما يمارسوا احتياطيين، يكونوا احتياطيين. لازم المدرب يلقى حل علشان يكونوا اللاعبين يمارسوا ويهيئهم لكاس العالم. لهذا ممكن ناخذ فتره كبيره علشان اللاعبين يمارسوا ويلعبوا مباريات عديده باش يكونوا مؤهلين لكاس العالم. والاختيار اللاعبين كل واحد يشوف من النافذه ديالو اللاعب، ولكن لماذا نتكلموا كثير على اللاعبين اللي ما هما في المنتخب؟ لازم كل واحد ياخذ مسؤوليه علشان يساند المنتخب الوطني، يساند اللاعبين اللي هما في وسط المنتخب الوطني. حلو.